ايام وحمراء وصفراء لايام اخرى، لقاء الاشقاء والاصدقاء في ذات اللحظه. الحكم الدولي هيثم جيراد يعلن بدايه هذا الحوار. ترجي المحاولة من يوسف البلايلي، التصويبة قوية والتدخل وقال قال 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 أنيس بن حتيرة يضع الأفريقي في حيرة مع بداية المباراة والحوار للترجي. قال 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 الله 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 الله. يسعد الجماهير القليلة الحاضرة بعد الأنفار. أنيس بن حتيرة في أول مباراة كأساسي، أول هدف مع الترجي في أول ديربي. البلايلي خدمة كبيرة على مستوى التوزيع في وضعية سليمة، أولى وثانية وهوبا كورة في المرمى. البلايلي الجزائري ولد وهران عمل يعني عملية فنية كبيرة، لمسات هفوة كبيرة كانت من سيف تقاه، يعطي أسيس لأنيس بن حتيرة يقول له سجل، يقول له ماركي. مباراة قرحة، مباراة رجولية، مباراة خاصة بكورة تصويبة يرد النادي الافريقي، يحاول العودة في اسرع هدف في تاريخ البطولة التونسية منذ الثانية. سعد لمسة لجهة اليسار، المحاولة من يوسف البلايلي مصدر الخطورة، اللمسة السحرية، الكرة والمحاولة، ياسين القنيسي ضيع كرة الهدف الثاني. ارتباك اضطراب في دفاع النادي الافريقي، ويوسف البلايلي لحد الآن يرسم نفسه كرجل للدقائق الاولى بثانية اسيس بعد كرة اولى لأنيس بن حتيرة كانت في المرمى. اللمسة الثانية السحرية للهداف ياسين الخنيسي. احمد خليل، احمد خليل في جانب العيد مرة اخرى، كرة واللمسة في البينية، الفرصة للنادي الافريقي، المحاولة فيها جول عرقلة هيثم جيران. هذه دفاعية كبيرة كانت من دفاع الترجي، جمهور الافريقي ولاعبيه يطالبون بالبينانتي اوفسايد. اللمسه السحريه، التمريره الاخيره من علي العابدي، التدخل من معز بن شريفيه والتكلينج من فرانك كوم في الكره الاخيره. الالتحام بين فرانك كوم وبلال الخفيفي، وعاد كبيره في هذه اللحظات بالنسبه لجمهور النسيه. وكره بالراس ملعوبه لكن تخفيف الكره الثابته بالنسبة للنادي الافريقي. يدي الجانب العيد لهدف واحد هذا الموسم، يلعب الكرة الطويلة على القائم البعيد، فرص قليلة للتهديف، ترجع كرة أخرى من بلال الخفيفي عند بكير، هجمة معاكسة للترجي بسرعة. يوسف البلايلي، البلايلي البلايلي يحاول يرفع الكرة، تدخل من سيف، كرة ملعوبة من منتصر الطالبي لكن لدفاع النادي الافريقي من علي العابدي. العابدي مرمى للترجي وكرة ملعوبة والهجمة للنادي الافريقي ومواصلة اللعب وعدم الاعلان عن فاول بالنسبه للنادي الافريقي في اعتقاد المدرب هيثم جيرات. مرمى علي العابدي، العابدي درباني، العابدي يفتكر ان يخسر الكره وضغط من حال الترجي، كره فيها اوف سايد. الترجي وكره ملعوبه من جديد، المحاوله الراس ورقه في التدخل الاخير بالنسبه لغازي العيا. سمح الدربالي دور هجومي لسمح الدربالي في مباراه اليوم، ملعوب الكره التوزيعه الى حمزه العقربي، بلال الخفيفي يعدي مر بلال الخفيفي. هذه العمليه للنادي الافريقي، الفرصه والمحاوله لكن اللمسه في تنفيذ هذه الكره الثابته. يدي جانب العيد مع سعود سيف دقاع وفخر الدين الجزيري دي جانب العيد، انتظار وترقب كيف سيكون مآل هذه الكرة وهذه المخالفة. يدي جانب العيد كرة وعودة لدفاع الترجي وكذلك ليوسف البلايلي وانيس بن حتيرة، وكرة من دي جانب العيد تضرب في الجدار وتعود. يحاول سعد بكير باش يعكس الهجمة، 3-2 كرة طويلة، يتمركز من اليمين الى اليسار، كرة في البوكس وهيثم جيرات وركلة مرمى. حسيني كوليبالي يخلق التفوق العددي، يعطي اسيست عاطف الدخيلي، الخنيسي كاد يفعلها مرة ثانية، الترجي كاد يفعلها طه ياسين الخنيسي بلم ديباك وعدم انسجام بين عاطف الدخيلي وفخر الدين الجزيري. يتباطأ الدخيلي وكرة طه ياسين الخنيسي كانت بعيدة عن المرمى. كوليبالي أي إصرار في هذه الكرة، يعني تعدى الأول، تعدى الثاني، تعدى الثالث، والكرة تعدات لطه ياسين الخنيسي. باغت معز بن شريف دخل على صابر غليفة، كرة ملعوبة، قال 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 الله 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 بن يحيى بن يحيى بن يحيى
وسام جول، وسام يعدلها، الافريقي يفعلها. 1-1 بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. كرة ثابتة، لمسة مرفوعة، كرة الرأسية، التمهيد من سيف دقاع، الرأسية في اثنين، واحدة من دقاع والثانية من بن يحيى في الشبكة في الجول في الفيلاه. يعيشوا ناس ويموتوا لونك ما يعلى فوقه، اسمك جو كي نذوقه جامي تبعد عليه. عاصمية، كاريزما بلاش حدود، السيا وصاية جدود. النادي الافريقي يفعلها قبل العودة لحجرات الملابس. عيسو في هذا الدربي، جمهور الافريقي جمهور انيق واناقتهم لا تكون. كرة تعود في وسط الميدان، لصيص ممتازة جدا لكن هناك اوف سايد على التسلل امام ابن فرج. الكرة واللمسة الاخيرة، وممكن لو مخرج المباراة يعيد لنا اللقطة ويعكس الهجمة. الفريق في هجمة معاكسة، الكونتراكتاك، تصويبة قوية 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 بالعيد، وكرة ملعوبة كلها. الله الله الله، خطيرة كانت، ملعوبة بدقة كبيرة من التيجاني تباغة الحارس معز بن شريفية. كرة هي الأخطر إلى حد الآن بعض السنتيمترات القليلة. شمس الدين الذوادي، أكيد بن يحيى ممكن ليس هناك مدافع محور على بنك الاحتياطيين، كوليبالي سيتكفل بالمهمة في انتظار تنفيذ المخالفة ومعرفة القرار النهائي بالنسبة لخالد بن يحيى. لكن يبقى الأقرب النفوس لكوليبالي يعود مع منتصر الطالبي. كرة من التيجاني بالعيد، يلعب كار. الله 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 الله، بالعيد بالعيد، يعيد الكرة. تيجاني تيجاني تيجاني، محقق الأمان للنادي الافريقي، يمزق الشبكة في كرة ثابتة قوية. حليت عيني في تونس المدينة نلقاها ثنية طويلة حمراء وبيضة. يا الافريقي يا غالية، عمري ما ننساك. يا الافريقي يا منامور، هكا قالها الجمهور. بالعيد يحطها في الشبكة، يفعلها، يمركيها. الروعة روعة 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 روعة. بالعيد بالتخصص يا بالعيد، بالتخصص يا تيجاني، فعلها للمرة الثانية في مرمى الترجي بعد ديربي 2014. بالعيد من كرة ثابتة، بالعيد يباغت معز بن شريفية، يسعد الأنصار، يسعد جماهير النادي الافريقي. ديربي الحماس، ديربي الأهداف. كرة أخرى ضايعة على الترجي، ضيع التعادل، خطيرة. قص قبل نهاية الحوار، كرة ماهر الصغير، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم هيثم كيران عن فوز النادي الافريقي ونهاية المباراة بهدفين مقابل واحد.